كاش انا واحد الكيكه يعني كتجي خفيفه وطالعه يعني مقادير عاديين ولكن ماشي كلشي كتصدق ليه الكيكه. اييه فعلا عندك الحق. يعني كاين اللي كيدير ولكن ما كتصدقش ليه الكيكه. المهم انا نعطي هذه الكيكه ديالي يعني كتجي طالعه وخفيفه. كنتمنى من المستمعات يجربوها. فيها 6 ديال البيضات. المهم كناخذ واحد الخلاط في الاول كنديروا فيه 6 ديال البيضات. ديال البيضات ما يكونوش في الثلاجه يعني يكونوا خارج الثلاجه. ايه يعني نديروه في الخلاط. من بعد غنديروا معاه ربعه ديال السنيده وغنخليوه في هذاك الخلاط اطول مده ممكنه يعني وحنا كنطربوا. ايه من بعد ما نتوقفوش على التطراب وحنا كنطربوا كنزيدوا ثاني واحد ياغورت كريمي. وحنا كنطربوا داك الياغورت غنعبروا به كاس ديال الزيت. غنعبروا به الزيت. ايه وحنا كنطربوا يعني ما غنتوقفوش على التطراب. واحد الحامضه محكوكه والعصير ديالها. غنزيدوا ربعه ديال الفورص. هذاك ربعه ديال الفورص يكونوا مغربيين جوج ديال الخمارات. يعني وحنا كنطربوا ما غنتوقفوش على التطراب. وشويه ديال الخل تقريبا شي معلقه صغيره ديال الخل. وهذيك ربعه ديال الفورص ما غنديروهاش كلها يعني في الاول غنديرو في الطراب غنديرو ديك ربعه الفورص غنديرو غير شويه وحنا كنطربو يعني ملي غيبقى لينا داك الخليط عاد غنحيدوه من الطراب وغنديرو غير الفوي. ايه مفهوم. من بعد صافي غنديرو ناخدو واحد المول غندهنو بالزبده واما نرشو انا كنرشو باللوز افيلي ولا كنرشو بالكوك. صافي كندير الخليط ديالي وكندخلها للفران. الفران كيكون سخون من قبل ولكن على درجه حراره منخفضه. ايه صافي كندخلوها طيب حتى كنشموا الريحه ديالها. والسيده ما تخرجش من الفران يعني خليوها في الفران حتى يعني يعني هي طابت ولكن ما نخرجوهاش هذيك الساعه نخليوها شويه في الفران. باش الفران ونخليوها غير شويه وعاد نخرجوها. صافي السيده راه تزينه باش ما كان الكيكه وديرها في المول كبيره كتجي طالعه بزاف هكذاك. اي يعني عائليه ان شاء الله في العيد عائليه كتجي كبيره وكتجي طالعه ومشقه من الفوق. هذه هي الكيكه المعتمده. اي تبارك الله عليك. يعني ماشي شي مقادير ولكن لا فعلا في طريقه الخدمه ديالها لانه كطربيها بزاف كتجي مهويه كتجي طالعه. الله يعطيك الخير. داكشي اللي كاين وصباحكم مبروك. تبارك الله عليك. جربوا هاد الحوايج اختاريتهم ساهلين ومناسبين للعيد. الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف وشكرا وعواشر مباركه بالصحه والسلامه. الله يبارك فيك. تحياتنا ليك وتحيه الاسره ديالك في برشيد وفين ما كانوا. مشكوره جدا سناء برشيد مستمعه وفيه جدا للبرنامج.